بالتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري في حلب وبمناسبة يوم الشهيد، أقامت الهيئات النسائية في مدينتي نبل والزهراء حفلاً لهذه المناسبة. تزامناً مع انتصارات الجيش السوري في حلب وبمناسبة يوم الشهيد، أقامت الهيئات النسائية في مدينتي نبل والزهراء حفلاً بهذه المناسبة. تلاه معرضاً ضم صور الشهداء ومقتنياتهم الخاصة، ويأتي المعرض كعربون شكر للشهداء على ما قدموه من تضحية. قمنا الهيئات النسائية في نبل والزهراء أرض الإباء والشهداء بإنشاء هذا المعرض للشهداء ليكون عربون وفاء لتضحياتهم ولدمائهم الغالية التي قدموا لنا أغلى ما عندهم للحفاظ على كرامتنا وعلى هويتنا. حبينا نقوم بمعرض لمقتنيات الشهيد لأغراضه المحببة له، لأغراضه اللي استشهد فيها، اللي دمه فيها. حبينا نظهرها للناس، حبينا نقيم نعطي قيمته للشهيد. طبعا شقد ما عملنا، شقد ما اشتغلنا، بضل شيء قليل بحق الشهيد مقابل دم اللي دفعه. الأمهات والأبناء أكدوا أنهم فخورون بشهادة أبنائهم وآبائهم في سبيل أرض الوطن، وأنهم سيبقون يسيرون على هذا الطريق ويقدمون الغالي والنفيس دون تراجع. أنا أم الشهيد، بحيي كل أهل الشهداء وأمات الشهداء الصابرات واللي قدموا هذا الأبطال، قدموها في هذا الوطن، ورحنا الحمد لله رب العالمين لسه منقدم الكثير والكثير، ورحنا الحمد لله عنا أبطال، عنا أولاد منقدمهم كل واحد ورا الثاني، بس نعيش بأمان. نحن بيوم الشهداء اليوم، وأنا ابن الشهيد مصطفى عدنان نجار، وبتمنى ويعني يجي يوم ونحن نكبر ويعني نحقق هدفهم مثل ما هن كان بدهم، ونقتل ونحرر أرضنا من دنس كل هالإرهابيين. يمثل هذا الحفل والمعرض رسالة من أهالي المدينتين أنهم سيبقوا أوفياء لدماء أبنائهم الشهداء، وإن هذه الدماء سوف تثبت نصرا مبينا. هؤلاء الشهداء هم سلة من أبناء المدينتين الذين ضحوا بدمائهم من أجل عزة الوطن، ويؤكد الأهالي هنا أنهم سيستمرون على هذا النهج من أجل كرامة الوطن. من نبل والزهراء، مصطفى كوسى، الإخبارية السورية. فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي يقيم حفل تكريم ل 280 عائلة شهيد ومصاب من القوات المسلحة في الجيش العربي السوري والقوى الرديفة في أرض الشهداء ناحية حديدة بريف حمص الغربية، وذلك وفاء لذكراهم وتكريما لدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة. أقام فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي حفل تكريم ل 280 عائلة شهيد ومصاب من قواتنا المسلحة في الجيش العربي السوري في ناحية حديدة بريف حمص الغربية، وبحضور أمين فرع حمص لحزب البعث عمار السباعي ومحافظ حمص طلال البرازي والقيادات العسكرية والحزبية والإدارية وأعضاء مجلس الشعب وفعاليات دينية ونقابية وأهلية حاشدة. تخلله إلقاء عدة كلمات للحضور تحدثت عن قيم الشهادة والشهيد والبطولات والتضحيات التي قدمها عناصر الجيش والقوات الرديفة من أجل بقاء الوطن ومنعته. هؤلاء كما قال عنهم القائد المؤسس حافظ الأسد، أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، قدموا أغلى ما عندهم في سبيل الوطن، في سبيل أن نبقى نحن، في سبيل أن نجتمع، في سبيل أن تبقى سوريا. نعطيهم وعدا صادقا وعدا وثيقا أن لن نترك زويهم، وسوف نبقى داعمين لزويهم في كل الأحيان وكل الأوقات. هؤلاء الذين قدموا فلذات أكبادهم لأجل أن ننعم بالخير والسلام، جئنا لنتعلم منهم العطاء. أنا بعتز بفتخر بشهادة المرحوم زوجي، والله يرحم جميع الشهداء. أنا أم جوز شهداء عمار وعيسى الشمالي، بعتز بشهادتي والله ينصر هالوطن. الشهداء اللي ضحوا لهالوطن فداء لهالوطن، لا يعمر الوطن ويرجع السلام والأمان. وأكد المشاركون خلال كلماتهم أن انتصارات الجيش تتوالى في حربهم على الإرهاب، وأن بدماء هؤلاء الشهداء والجرحى ستنتصر سوريا على المجموعات الإرهابية التكفيرية. وفي ختام الحفل
تم تكريم أسر الشهداء والمصابين ووزعت عليهم بطاقات التقدير والثناء والهدايا الرمزية كعربون شكر وامتنان على ما قدموه من تضحيات من أجل وطنهم الغالي سوريا. جمعية صامدون رغم الجراح بالتعاون مع قيادة المنطقة الوسطى تكرم عددا من جرحى الجيش والقوات الرديفة ممن بذلوا الغالي والنفيس في مواجهة المجموعات الإرهابية التكفيرية. تقديرا لتضحياتهم وبطولاتهم في الدفاع عن الوطن ودعما لصمودهم، كرمت جمعية صامدون رغم الجراح بالتعاون مع قيادة المنطقة الوسطى عددا من جرحى الجيش والقوات الرديفة ممن فقدوا جزءا من جسدهم أثناء تأدية واجبهم في مواجهة المجموعات الإرهابية التكفيرية. الجرحى أعربوا عن شكرهم وسعادتهم بلقاء جرحى آخرين لم تثنيهم الإصابة عن الاستمرار بالحياة، متحدين جراحهم ليبقى الوطن عزيزا شامخا. كما وجه الجرحى تحية لأبطال الجيش العربي. راسل ويست بروك أفضل مسجل لأوكلاهوما مع 29 نقطة و14 متابعة و9 تمريرات حاسمة. إلى هنا وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة من الإخبارية السورية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. بالتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري في حلب وبمناسبة يوم الشهيد، أقامت الهيئات النسائية في مدينتي نبل والزهراء حفلا لهذه المناسبة. تزامنا مع انتصارات الجيش السوري في حلب وبمناسبة يوم الشهيد، أقامت الهيئات النسائية في مدينتي نبل والزهراء حفلا بهذه المناسبة. تلاه معرضا ضم صور الشهداء ومقتنياتهم الخاصة، ويأتي المعرض كعربون شكر للشهداء على ما قدموه من تضحية. قمنا الهيئات النسائية في نبل والزهراء أرض الإباء والشهداء بإنشاء هذا المعرض للشهداء ليكون عربون وفاء لتضحياتهم ولدمائهم الغالية التي قدموا لنا أغلى ما عندهم للحفاظ على كرامتنا وعلى هويتنا. حبينا نقوم بمعرض لمقتنيات الشهيد، الأغراض المحببة له، الأغراض اللي استشهد فيها، اللي دمه فيها، حبينا نظهرها للناس، حبينا نقيم نعطي قيمته للشهيد. طبعا شقد ما عملنا شقد ما اشتغلنا بضل شيء قليل بحق الشهيد مقابل دم اللي دفعه. الأمهات والأبناء أكدوا أنهم فخورون بشهادة أبنائهم وآبائهم في سبيل أرض الوطن، وأنهم سيبقون يسيرون على هذا الطريق ويقدمون الغالي والنفيس دون تراجع. أنا أم الشهيد بحيي كل أهل الشهداء وأمات الشهداء الصابرات واللي قدموا هذا الأبطال قدموها في هذا الوطن، ورحنا الحمد لله رب العالمين لسه منقدم الكثير والكثير، ورحنا الحمد لله عنا أبطال عنا أولاد منقدمهم كل واحد ورا الثاني، بس نعيش بأمان. نحن بيوم الشهداء اليوم وأنا ابن الشهيد مصطفى عدنان نجار، وبتمنى ويعني يجي يوم ونحن نكبر ويعني نحقق هدفهم مثل ما هني كان بدهم، ونقتل ونحرر أرضنا من دنس كل هالإرهابيين. يمثل هذا الحفل والمعرض رسالة من أهالي المدينتين أنهم سيبقوا أوفياء لدماء أبنائهم الشهداء، وإن هذه الدماء سوف تثبت نصرا مبينا. هؤلاء الشهداء هم سلة من أبناء المدينتين الذين ضحوا بدمائهم من أجل عزة الوطن، ويؤكد الأهالي هنا أنهم سيستمرون على هذا النهج من أجل كرامة الوطن. من نبل والزهراء، مصطفى كوسى، الإخبارية السورية.
فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي يقيم حفل تكريم ل280 عائلة شهيد ومصاب من القوات المسلحة في الجيش العربي السوري والقوى الرديفة في أرض الشهداء ناحية حديدة بريف حمص الغربية، وذلك وفاء لذكراهم وتكريما لدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة. أقام فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي حفل تكريم ل280 عائلة شهيد ومصاب من قواتنا المسلحة في الجيش العربي السوري في ناحية حديدة بريف حمص الغربية، وبحضور أمين فرع حمص لحزب البعث عمار السباعي ومحافظ حمص طلال البرازي والقيادات العسكرية والحزبية والإدارية وأعضاء مجلس الشعب وفعاليات دينية ونقابية وأهلية حاشدة. تخلله إلقاء عدة كلمات للحضور تحدثت عن قيم الشهادة والشهيد والبطولات والتضحيات التي قدمها عناصر الجيش والقوات الرديفة من أجل بقاء الوطن ومنعته. هؤلاء كما قال عنهم القائد المؤسس حافظ الأسد أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، قدموا أغلى ما عندهم في سبيل الوطن، في سبيل أن نبقى نحن، في سبيل أن نجتمع، في سبيل أن تبقى سوريا. نعطيهم وعدا صادقا وعهدا وثيقا أن لن نترك زويهم وسوف نبقى داعمين لزويهم في كل الأحيان وكل الأوقات. هؤلاء الذين قدموا فلذات أكبادهم لأجل أن ننعم بالخير والسلام، جئنا لنتعلم منهم العطاء. أنا بعتز بفتخر بشهادة المرحوم زوجي والله يرحم جميع الشهداء. أنا أم جوز شهداء عمار وعيسى الشمالي، بعتز بشهادتي والله ينصر هالوطن. الشهداء اللي ضحوا لهالوطن فداء لهالوطن، لا يعمر هالوطن ويرجع السلام والأمان. وأكد المشاركون خلال كلماتهم أن انتصارات الجيش تتوالى في حربهم على الإرهاب، وأن بدماء هؤلاء الشهداء والجرحى ستنتصر سوريا على المجموعات الإرهابية التكفيرية. وفي ختام الحفل تم تكريم أسر الشهداء والمصابين، ووزعت عليهم بطاقات التقدير والثناء والهدايا الرمزية كعربون شكر وامتنان على ما قدموه من تضحيات من أجل وطنهم الغالي سوريا. جمعية صامدون رغم الجراح بالتعاون مع قيادة المنطقة الوسطى تكرم عددا من جرح الجيش والقوات الرديفة ممن بذلوا الغالي والنفيس في مواجهة المجموعات الإرهابية التكفيرية. تقديرا لتضحياتهم وبطولاتهم في الدفاع عن الوطن ودعما لصمودهم، كرمت جمعية صامدون رغم الجراح بالتعاون مع قيادة المنطقة الوسطى عددا من جرح الجيش والقوات الرديفة ممن فقدوا جزءا من جسدهم أثناء تأدية واجبهم في مواجهة المجموعات الإرهابية التكفيرية. الجرحى أعربوا عن شكرهم وسعادتهم بلقاء جرحى آخرين لم تثنيهم الإصابة عن الاستمرار بالحياة، متحدين جراحهم ليبقى الوطن عزيزا شامخا. كما وجه الجرحى تحية لأبطال الجيش العربي الذين يحققون الانتصارات على جبهات القتال. كان هذا اللقاء الوطني برعاية قيادة المنطقة الوسطى وفريق صامدون رغم الجراح، التقينا عددا من جرحانا الأبطال الذين قدموا بعض أجسادهم زرعوها في أرض الوطن من أجل أن ينبت انتصارا وغارا وياسمينا على جبين سورية المحبة، التي لولا دماء هؤلاء الجرحى ولولا دماء شهدائنا لما بقي وطن ولا ما بقي هوية. تهدف هذه الفعالية من قبل جمعية صامدون رغم الجراح إلى جمع أخوتنا الجرحى مع بعض البعض لتقديم الدعم النفسي قبل الدعم المادي والدعم المعنوي قبل الدعم المادي لأخوتنا الجرحى. بعد بيته الهدف الثاني اللي هو المحبة اللي بتجمعنا والجراح اللي جمعتنا على ساحات هذا الوطن الحبيب. أنا سعيد كتير طبعا بلقائي لأخواتي الجرحى ورفقاتي الجرحى وبتمنى تعافى كل واحد جريح يتعافى، وإن شاء الله هيك النصر الوطن والجيش الوطن والكل جريح يرجع يدافع عن بلده، وهذا شرف إن نحن إنه كنا دافعين عن بلدنا. نحن مستمرين مشان هذا الوطن. مهما تصابت بإيدي بإجري بصدري بقلبي، وهم الوطن صامد صامد صامد. أنا شفت كثيرين إصابات اللي أصعب من إصابتي، ولكن متحدين كل شيء وما فقدوا الأمل، وأنا بتعلم منهم هالشغلات هذه، وكل الرحمة لشهدائنا. الله يحمي الجيش ويشفي الجرحى جميعا، وإن شاء الله النصر قريب. من نطيب وأرجعنا لوين دافع الوطن
دفع الوطن على الارض. الاصابه هي في شرف لنا وما حطيت من عزيمتنا، ونحن عندنا استعداد نقدم اسا ارواحنا كلها تفدى الوطن. رجال سوريا الذين وضعوا ارواحهم على اكفهم ودافعوا عن الوطن وكرامته، حق علينا ان نعيد لهم الامل بالمستقبل الذين رسموه بدمائهم وكانوا بلسما ليشفى الوطن من جراحه. اللجنة الخاصة بتسوية أوضاع المطلوبين في الحسكة تنهي الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاع 216 مطلوبا. أنهت اللجنة الخاصة بتسوية أوضاع المطلوبين في الحسكة الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاع 216 مطلوبا. في سوريا مصممون على حماية سوريا والدفاع عن سوريا ودحر الإرهاب في سوريا، ونعمل على منحيين. المنحى الأول هو مقاتلة الإرهاب وقتل الإرهاب والتخلص من الإرهاب، والمنحى الثاني هو المصالحات الوطنية. جميع المطلوبين نطلب منهم العودة إلى حضن الوطن لتسوية أوضاعهم، ونحن على استعداد لاستقبالهم على مدار الساعة. محافظ الحسكة اللواء جايز الحمود الموسى أكد خلال عمليات تسوية أوضاع المواطنين أن منطق التسامح والعفو هو منطق قوة، كما دعا إلى تفعيل المصالحات الوطنية بالتزامن مع محاربة الإرهاب، مؤكدا أن أبواب الدولة مفتوحة أمام كل المطلوبين لتسوية أوضاعهم مع ضمان لكافة حقوقهم. اليوم يوم عيد في محافظة الحسكة، تم المصالحة مع 216 مواطن كانوا ضالين الطريق، ويوم العيد هو التواصل بين الأهل والأشقاء والأحباب والأقارب الذي بينهم مشاكل. فنحن أول شيء نشكر صانع العيد هو السيد الرئيس بشار الأسد. الوطن غالين علينا جميعا، ويجب علينا أن نلملم شعثهم ونداوي جراحهم، لأنهم كانوا مع فئة ضالة، واليوم الحمد لله ردهم الله إلى أحضان الوطن. سوريا أم رحوم وشفوق على أولادها، حتى وإن أخطأوا سوريا تفتح ذراعيها وتضم أولادها. المسوى وضعهم أمضوا على تعهدات بعدم العودة إلى أي عمل يخل بأمن الوطن والمواطن، معربين عن ارتياحهم للإجراءات والتسهيلات المقدمة من قبل لجنة تسوية الأوضاع وسهولة التعامل، داعين كل من اقترف أي عمل يخل بأمن الوطن أن يعود ويسوي وضعه وممارسة حياته الطبيعية وتفعيل دوره للمساهمة في إعادة البناء والإعمار، مؤكدين على أن الوطن هو الملاذ الآمن والوحيد لهم. جولة سياحية برعاية وزارة السياحة للجمعية السورية للاكتشاف والتوثيق إلى مغارة بيت الوادي بريف طرطوس. برعاية وزارة السياحة الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق تقيم جولة سياحية في مغارة بيت الوادي بريف طرطوس بمشاركة أكثر من 60 شابا وشابة. تتوضع مغارة بيت الوادي ضمن منطقة طبيعية خضراء تكثر فيها الينابيع والأنهار وتشتهر بالصواعد والنوازل، إذ تعد من أجمل المغاور المعروفة في سوريا، ولديها من الخصائص الجمالية ما يستقطب السائح، إضافة إلى تميزها من الناحية الأثرية والتاريخية والطبيعة الهيدرولوجية والتكوينية والبيئية والنباتية والحيوانية. أهداف الجمعية أنه نحن نطلع على أماكن جديدة أو أماكن ما عليها إضاءة كتير قوية وفيها معالم مهمة، إن كانت على مستوى محميات أثرية ولا محميات طبيعية أو حيوانات أو نباتات، لأجل أنه نعرف الشباب السوري بهي المكونات الطبيعية، يتعرفوا عليها ويرجعوا بوثائق عنها لنرجع نحن نزيدها بأرشيفنا بالجمعية. هلا هذا النشاط نحن بنعمله ضمن سلسلة نشاطات عم نعملها لتشجيع السياحة الداخلية في سوريا تحت عنوان الكنز المفقود. نحن مهمتنا ندور على المناطق السياحية والهامة بسوريا المانا مسلطة للعلن، نسلط الضوء عنها وناخذ لها صور توثيقية لحتى نعرف المجتمع عنها بشكل أفضل وأوضح. نحن بنكتشف سوريا كلها، بنحاول نكتشف من أول جديد، نفوت على مناطق ما حدثت لها عشان نرجع نوثقها من أول جديد، توثيق مثلا مناطق غابات عالم بالعادة ما بفوت لها، إنه في عنا هيك شغلات، في عالم كتير بتتفاجأ معقول عنا هيك شغلات بسوريا، تخييم قصص تخييم قصص
جولات سياحيه ومسير. احنا بعد شوي حنفوت على المغاره ونشوفها، فانا كثير كنت حابه انه اجرب هاي التجربه واجيت مع رفقاتي وشفتها. بدعي كل الناس اللي بيحبوا انه عن جد يجربوا ينبسطوا ويدوروا على البسط بهيك امور، لانه هون بس يمكن تحس حالك عن جد كثير مبسوط وعم تعرف تكون حقيقي مع حالك ومبسوط عن جد مع رفقاتك، مو مثل اي مكان ثاني انت بتروحه. الهدف الرئيسي من النشاط هو انه نحن كسوريين ما بنعرف كثير عن المناطق سواء السياحيه او الاثريه ببلدنا، فنستكشفها ونفرجيها لناس اغلبهم يعني ما هم طالعين برا محافظتهم او برا بيوتهم تحديدا بسبب الازمه. مغاره بيت الوادي تعد من ابرز واهم المغاور في سوريا نظرا لما تمثله من ثروه تاريخيه وطبيعيه نادره صنعتها الطبيعه منذ زمن بعيد، وسحر يجعل الزائرين اليها يفتنون بجمالها الداخلي والخارجي، حتى سميت جعيتا سوريا تشبيها بمغاره جعيتا الرائعه في لبنان.